ديالي لا الحكوميه لا البرلمانيه يجيبوا دليل يجيب هاد السنين دليل واحد بانني عندي شي معاش استثنائي اخر غير مرتبط ب ب ب بالمهام ديالي البرلمانية كما قال وكما كتب وكما هو مبين هنا وانا نخرج من المغرب ما نبقاش فيه نهاجر لانه ما عنديش الوجه باش ندوس قدام الناس الا كذبت إلى شديت من عند جلاله الملك انا غندوز وجه احمر ولكن الا كذبت ما عنديش الوجه باش نلقى لا الاسره ديالي لا شي واحد جيبوا الدليل ويقولوها